ممكن تعرف ليوناردو دافنشي كفنان من عصر النهضة، الفنان اللي رسم أكتر اللوحات شهرة في العالم، الموناليزا والعشاء الأخير، ورجل فيتروفيان الإنسان الكامل. ليوناردو صاحب أغلى لوحة في العالم اللي اتباعت ب 450 مليون دولار. لكن اللي أغلبنا ما عرفوش إن إنتاج دافنشي الفني على مدار حياته الكاملة كان 24 لوحة بس، ومن ضمنهم 4 لوحات مش مكتملة. رغم الشهرة الفنية الفريدة لدافنشي، إلا إنه كان أكتر بكتير من مجرد واحد من أعظم الفنانين في التاريخ. ليوناردو دافنشي كان عالم تشريح، رسم وفهرس جسم الإنسان من أوله لآخره، العضلات والشبكات العصبية والعظام والأعضاء حتى الأسنان. مهندس معماري، صمم بنايات مذهلة ومدن كاملة بشوارعها وميادينها وبنياتها التحتية كمان. كان عالم فلك، درس السماء ورصد أشكال النجوم وصمم أول تلسكوب عرفته الإنسانية. عالم نبات، اكتشف ووثق بالرسوم مئات الأنواع من النباتات والزهور في مراحل حياتها. رسام خرائط وكسور، أنشأ أول شكل نعرفه للخرائط المعاصرة. كان مهندس ميكانيكا، صمم عدد ضخم من الآلات والهياكل المذهلة اللي قادت بعد اكتشافها للثورة الصناعية وميكانة العيلة. كان جيولوجي، أسس منهج لطبقات الأرض وأنواع الصخور والجبال. أول من اكتشف علم الحفريات ورسم أول تصور لشكل الخلايا اللي نعرفها دلوقتي. كان عالم ديناميكا، فضول الفهم تدفق المياه والحركة والرياح وتسخير قوى الطبيعة. موسيقي، يعزف ويصمم آلات جديدة، هو صاحب اختراع الفيولا أورجانيستا اللي نعرفها دلوقتي في شكل الكمان. ليوناردو دافنشي ساب لنا عدد لا يحصى من النظريات والاختبارات، أكتر من 1300 صفحة مليانة دراسات في مختلف العلوم واكتشافات فضلت رائدة من بعده لمئات السنين. كان إنسان عبقري مقفل اللعبة، قدر بكل الطرق يأكد على فرديته ويثبت بالفن والعلم استحالت مقارنته حتى بأكتر الأشخاص عبقرية على مر التاريخ. وكل ده كان من 500 سنة. تعال نشوف إزاي ليوناردو دافنشي غير العالم. حكايتنا بتبدأ الساعة 11 بالليل يوم 15 إبريل من سنة 1452 في ليلة هادية من ليالي الريف الإيطالي، في أحد نواحي فلورنزا، ضحية فقيرة صغيرة اسمها فينشي بيشق صمت الليل صرخة طفل مولود جديد جيل حياة. الأم كاترينا كانت فتاة عندها 14 سنة، ابنة مزارع فقير بس شكلها كده كانت قمر مطبقة لمقاييس الجمال. أم دافنشي جدع على رسم الموناليزا. المهم وقعت أبو دافنشي في غرامها وهي لسه بتفتح. الأب السير بييرو كاتب عدل، زي مستشار كبير كده دلوقتي، شخصية مرموقة في المجتمع وغني، عنده زوجة وأولاد وعلى جثته يعترف بيها هي وابنها. وفي وقتها طالما الأبوين مش متجوزين يبقى الطفل غير شرعي، ما يحصلش على اسم الأب ولا يورث في تركة العائلة ولا يتعلم زي أولاد العائلات المحترمة، يعني مستقبله بيكون منتهي من قبل ما يبدأ. كاترينا كان صعب عليها الطفل يواجه الحياة وهو طفل لقيط ويعيش طول عمره متعذب ومرفوض من المجتمع. كاترينا هتقرر تسمي الطفل ليوناردو، الاسم اصله مشتق من كلمه ليفون هارد واللي معناها الاسد الشجاع، عشان يكون قوي ما يهموش من حد ويواجه المجتمع بقلب من حديد. عاش ليوناردو مع امه في بيت ابوها المزارع البسيط حياه صعبه والبيت صغير. كاترينا الطفله اللي بقت ام وصلت لسن 18 وزي اي بنت عايزه تهرب من بيت ابوها وتتجوز بقى وتشوف حياتها. الحمد لله كاترينا قابلت فلاح بسيط اسمه انطونيو ووقعوا في حب بعض واتجوزوا على طول. لكن عم انطونيو مش عايز الولد، وابو كاترينا اللي هو جد ليوناردو برضه مش عايز الولد هو كمان. يا حظك الهباب يا عم ليوناردو، لو كانوا عرفوا انت هتبقى مين لما تكبر كانوا احترموا نفسهم معاك الاندال دول. ايه ده، امال ليوناردو هيروح فين؟ ده لسه طفل عنده 4 سنين. جد ليوناردو من ابوه كان راجل غني وكبارة عايش في بيت كبير محاط بالجناين، ومقبلش ان حفيده اللي بيحمل جيناته يتربى في الشارع حتى لو كان ابن غير شرعي. اخد ليوناردو يعيش معاه في بيته الكبير وسط الطبيعة، وبدأ يجيب له مدرسين يعلموه القراية والكتابة بما انه مش هيحظى بفرصة تعليم رسمي. المدرسين بدأوا يشتكوا من ليوناردو والشكاوي كانت كالآتي: 1 بيعاني من صعوبة في التعلم، 2 بيجتهد لمحاولة قراءة كلمة واحدة. وكانت الشكوى المستمرة ان الطفل دايما بيتشتت انتباهه لحدوث اصغر شيء حواليه، وعلى طول الوقت بينسى موضوع الدرس وبيبقى كأنه ولا سمعنا ولا شايفنا. وقالوا للجد ان محاولة تعليم الطفل تعتبر مضيعة للوقت وغير مجدية، واحسن له كده من دلوقتي يشتغل في الحقول مع المزارعين. وبيظهر المنقذ اللي هيغير حياة ليوناردو للأبد. العم فرانشيسكو اللي كان في زيارة للريف بياخد هو والجد قرار خطير: الطفل يتوقف عن مواصلة دروس تعليمه اللي بتحسسه بالفشل، وكفاية انه اتعلم القراية والكتابة، وادوله الموافقة يسعى ورا فضوله الحر في اكتشاف الطبيعة. وعلى عكس معظم الناس، بدل معجبته على كرهه لدراسته والتعليم، وثقوا في خياله وشافوا عدم تركيزه وسرحانه المستمر ممكن يبقى موهبته ومكان يلاقي فيه نفسه وسعادته الحقيقية.
خرج ليوناردو للطبيعة، ولا أب ولا أم ولا حد يقول له ينفع ولا ما ينفعش، ولا هدومك متوسخة بطل لعب في الطينة تعال هنا ولا تخلص طبقك عملت الهوم وورك بتاعك. قال يعني لما الواد يعمل الهوم وورك بتاعه هيطلع دافنشي لما يكبر، ده هيطلع موظف كاره حياته ب 3000 جنيه في الشهر يا ست الكل. المهم عم ليوناردو لما ربته الطبيعه كون فضول ضخم تجاه الحيوانات والنباتات والزهور والحياه البريه، وهنا هتكون القوه اللي ورا كل الاكتشافات والاختراعات والحس الفني الفريد. الفضول اللي هيفضل ملازمه لاخر عمره والسبب في صناعه الاسطوره اللي نعرفها النهارده باسم ليوناردو دافنشي. وخليك فاكر طول ما الفن بخير الدنيا بخير.